السلام عليكم ورحمة الله. كما ترون أيها الأخوة هذا المنبر وهي رسالة لكل شاب ترك المسجد متهاونا في أداء الجماعة، رسالة لكل شاب معافى في بدنه وقوته، رسالة لكل شاب لم يحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. انظر أيها الأحبة هذا المنظر، شاب مقطوع الرجل لم يترك الصلاة في جماعة مع أنه معذور شرعا، فكيف بمن هو جار المسجد ومعافى في بدنه ومع ذلك تهاون في ترك صلاة الجماعة مع المسلمين؟ اللهم من نشر هذا المقطع أن تغفر له ذنوبه وأن تيسر له أموره وأن ترزقه من حيث لا يعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.